نمشيو للعيون هاد المره مع رحمه. رحمه السلام عليكم. السلام. مرحبا رحمه. مرحبا الله يبارك فيك حبيبه. اهلا وسهلا. لاله رحمه كيف دايره العيون؟ الحمد لله شويه الجو شويه اليوم بارد على البارح. قالوا لي تما اختي مبرعين حوت. وي يا حبيبه مرحبا. صحه وراحه لاله. بصحتك وراحتك. ما لقيت لكم جا جيتوني بعاد. مرحبا. يلا مو الدار ديال البارح كان مدوز ويكاند تما جبت تبارك الله الخير الحمد لله. فقصينا فقصينا. بصحتك اختي بصحتك. رحمه اش غتعطينا اليوم؟ غنعطيك دانات ديال الدار. واخا تفضلي. عندنا الحليب غبره. شحال؟ حداك شي راديو نقصي. واخا شكرا. ياك قولي بعد شويه واخا وينقصوا. الله يرضي عليك. يلا تفضلي. شحال ديال الحليب ديال الغبره؟ غناخذوا دابا الماء هو الاول مع هو اللي كان ذوي الاستعمال ديالو. كناخذوا قرعه ديال الماء ديك اللي فيها اطر وربع. قرعه الماء ديال اطر وربع. كنديروها في كاسترونه وكنزيدوا معها كاس العنبه ديال السكر ومنكه ديال الفاني في الماء. تنخليهم يغليو. كناخذوا القرعه اخرى حتى هي اللي ديال لتر وربع. كنديروا فيها خمسه الفناجل ديال الحليب غبره. الفناجل دوك شنو نقول لك دوك ديال الطوس. دوك الفناجل ديال الطوس الزرقين اللي عاقله عليهم هذاك هو اللي باقي عندي جيبه من عند الوالده باش كنعبر. بلاتي بلاتي. قرعه اخرى ديال الماء ياك؟ اه. اشنو ندير فيها؟ غنديروا فيها خمسه الفناجل ديال الحليب. فنجان؟ اه فنجان. اه فنجان ديال الحليب. فنجان دوك ديال القهوه الصغار. الميان شويه ماشي صغار حقا. ميان يعني غادي يجيو تقريبا قد نص كاس عنبه. المهم لا غيكونوا تقريبا كاس العلبه لاروب. كاس لاروب. فوالا. شحال ندير منهم؟ غديري منهم خمسه. خمسه كاس عنبه الا ربع ديالاش؟ ديال الحليب غبره. ديال الحليب غبره. زيد. وكنزيدوا عليهم خماره ديال الحلوه. خماره حلوه. وياغورت طبيعي. ياغورت طبيعي. وكنديروهم في بيدو ديال 5 لتر. وكنزيدوا عليهم الماء الاخر اللي غلينا في كاسرونه ديال 5 لتر ونضيف عليه الماء اللي فيه السكر. الماء اللي غلى فيه السكر. أيوة. والفانيليا. صافي تناخذوا شي مده 5 دقائق. شنو هو نخليه؟ لا كنزيدو تناخذوهم كنحركوا البيض. ونحركوا 5 دقائق مزيان. 5 دقائق. ايوا صافي. وكنديروه في مانطا وتنديروه مع تنديروه مع ديك مع العشيه مع ديك السبعه هكاك. فهمتي الشقه ديالي تنديروه هو كنديروه في واحد المانطا ونجبدو الغد اللي كنجبدو مع ديك ال 11 ال 12 نديروه في الثلاجه ومع الغدا تيكون واجد. مع ال 11 ونديرو في الثلاجه. قولي لي هذاك القرعه الاولى اللي كتغلى مع فاني والسكر غير تغلى ونحيدها ولا نخليها تغلى؟ لا لا غير تغلى على حتى فاش يدوز السكر. حنا بغينا غير الماء يكون سخون. واخا غير تغلى ونحيدها. واخا ونحيدها. والقرعه الثانيه ما تنديرها لا فوق ما لا والو لا فوق النار لا حتى شي حاجه. لا ديك نخلطوا معها الحليب. الحليب غبره ما فيها لا لا لا. صافي وتنديروا في الثلاجه وتيخرج لك بزاف هذا تبارك الله. تيخرج لك بيدو ديال 5 لتر كامل. سيمانه وانت تشربي فيه. سيمانه وانت تشربي. لاله بالصحه والراحه. شكرا لك يا لاله رحمه. مرحبا. دابا مع رمضان داك الشيء انا ما كناخذش داك الشيء من الحانوت. كنصيفط غير في الدار العصيرات وداك الشيء ديال الطبيعي في الدار كتشربيه وصافي. ياك لاله. ايوا مرحبا بك. بقاي مره تفكرينا اختي بهذا الشيء الطبيعي. شكرا لك رحمه. شكرا لك. شكرا للحضور معكم اليوم. كنوجه التحيه للطاقم كامل وكل شيء المشرفين على هذا البرنامج. كنتمنى لكم مزيد من النجاح والازدهار ان شاء الله. كنشكروك لاله رحمه. شكرا لك ومرحبا بك دائما.